أحبتنا الكرام، وبالعودة للشعر والشعراء، الآن مع قصيدة للشاعر والإعلامي محمد بن شميلان الصبحي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا ثنيا، والصلاة والسلام على المبعوث هاديا وبشيرا مضيا، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه والمكتفين أثرهم مضي، وبعد، أصحاب الفضيلة والسعادة، الشيوخ الأجلاء، أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية من عند الله طيبة مباركة أسجيها إليكم من جنبات هذا المساء المسرك الوضال الذي تلالى أضياؤه وأشرقت أنواره، وتضوع المسك في أرجائه، وفاح شذى العبير في أنحائه أنسا بالحدث وابتهاجا بالحاضرين. أيها الأحبة، يطيب لي بداية وبمزيد الشرف وباسم كافة مشايخ قبيلة صبح وأعيانها ووجهائها وكافة أفرادها أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بصادق الدعوات للشيخ فيصل بن رباح بن مطرق الأحمدي على الثقة الكريمة بتعيينه شيخا لقبائل السخارنة من الأحامدة من حرب، سائلا الله تعالى له العون والتوفيق والسداد في خدمة الدين والمليك والوطن وأفراد قبيلته. فما يطيب لي باسمكم جميعا أن أتقدم إليه وإلى كافة أفراد قبيلته بموفور الشكر والامتنان وصادق العرفان على ما أفاضوا به علينا من كرم الضيافة وحسن استقبال وطيب الترحاب، فشكرا لهم مددا بلا عدد. القصيدة: وخير الكلام ما قل ودل وأفاد إيجازه عن إطلاقه. استداد الحرف في كف الشعر، والمعاني قادها خطم الزمان، من بنات الفكر منجوبة فكر أسرع من البرق اليالاف الغمام. استداد الحرف في كف الشعر، والمعاني قادها خطم الزمان، من بنات الفكر منجوبة فكر أسرع من البرق لالاف الغمام. قدمها الوافين ورجال الظفر، قدمها الوافين ورجال الظفر، آخر المضمار حيوها سلام. عند شيخ فالمواقف معتبر، عند شيخ المواقف معتبر، الكريم ابن الكريم ابن الكرام. عند شيخ فالمواقف معتبر، الكريم ابن الكريم ابن الكرام، فيصل وفيصل على العليا ندر النداوي في سما الجزلات حام. عند شيخ فالمواقف معتبر، الكريم ابن الكريم ابن الكرام، فيصل وفيصل على العليا ندر النداوي في سما الجزلات حام. ضيق ميل وامتلى راسه سطر، للقبيله درع وكان لازم حزام. كف هندى من هماليل المطر، في حجاركنه في حجاركنه دخيله ماي ضام احمدي، والمجد سجل بل فخر عز وكل الطايله ذروه سلام. احمدي والمجد سجل بل فخر عز وكل الطايله ذروه سلام، من بني سالم عشر سيق الخطر، روس الحروب انطوعت من به علام. من بني سالم عساسيق الخطر، روس حرب انطوعت من به علام. عشت الباشا على اليوم الغبر، يوم جيش الترك خروادي حطام. عشت الباشا على اليوم الغبر، يوم جيش الترك فالوادي حطام. وانشد التاريخ ياتيك الخبر، فيه ما يغنيك عن جزل الكلام. ويا سلام الله على كل من حضر، السلام اول وهو مسك الختام. السلام عليكم ورحمه الله.